موجز أخبار الآن. واصلت قوات النظام السوري تقدمها في ريف دير الزور الشرقي وسيطرت على حقل العمر النفطي بعد عملية إنزال جوي في الحقل التابع لمدينة الميادين شرق دير الزور، وأعقب ذلك اشتباكات مع عناصر تنظيم داعش انتهت بسيطرة قوات النظام على الحقل. قالت مصادر عسكرية عراقية إن مقاتلات الجيش العراقي استهدفت معسكرين لتنظيم داعش قرب الحدود العراقية السورية غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل 25 من أفراد التنظيم. وأضافت المصادر أن الغارات أسفرت عن تدمير المعسكرين بشكل كامل، بالإضافة إلى تدمير 13 سيارة. وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون للرياض لحضور اجتماع تاريخي بين مسؤولين من السعودية والعراق بهدف مواجهة النفوذ الإقليمي المتنامي لإيران. ووصل تيلرسون إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بعدما يزيد قليلاً عن أسبوع على كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استراتيجية لاحتواء إيران وإجبار حكومتها على سد ما سماه ثغرات في الاتفاق متعدد الأطراف الذي أبرم بهدف منع إيران من تطوير أسلحة نووية. ضربت العاصفة برايان بلدات في إيرلندا وعلى الساحل الغربي لإنجلترا وويلز، وتسببت الرياح العاتية وارتفاع الأمواج بإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المباني. وحذر مكتب الأرصاد البريطاني أيضاً من شدة الرياح على الرغم من أنها أقل قوة من تلك التي تهب على إيرلندا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيسمح بفتح الملفات السرية التي كانت محظورة لفترة طويلة في قضية اغتيال الرئيس 35 للولايات المتحدة الأمريكية جون كينيدي. ولطالما كان ينظر لاغتيال كينيدي الذي وقع عام 1963 كجريمة العصر في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. بيع خطاب كتبه أحد ضحايا غرق السفينة تايتانيك في مزاد مقابل 166,000 دولار، ما يمثل أعلى قيمة تدفع في خطاب كتبه أحد ركاب السفينة المنكوبة. وكتب الخطاب راكب الدرجة الأولى ألكسندر أوسكار هولفرسن إلى والدته على ورقة نقش في أعلاها اسم تايتانيك، ويصف في الرسالة انطباعاته عن السفينة. إلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.